بلاد الله يطول بعمره يستقبل تريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة، حيث أكدت تريزا ماي خلال لقاء بسمو أمير البلاد دعمها لدول الخليج العربي ومحاولة تقديم كافة المساعدات للحفاظ حفاظ على أمن منطقة الخليج واستقراره، معتبرة أن أمن الخليج هو أمن بريطانيا. نشوف هذا التقرير. من أخبارنا المحلية اليوم، صارت